وبهذه المناسبة معنا عبر الهاتف سعادة السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. مساء الخير سعادة السفير. إذن هي مناسبة سعيدة نحتفي بها اليوم بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في يومها الوطني، ولا يخفى على أحد رسوخ العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. كيف يمكن أن نصف هذه العلاقات ونفسر استمرارها على مر الزمن؟ مساء الخير أختي العزيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أشكركم في البداية على استضافة بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ويشرفني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى 90 ليوم وطني للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظ الله ورعاه وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله. سائل المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الأمان والاستقرار والتنمية والازدهار. حين نتحدث عن علاقات البحرين السعودية فهي تتسم بالخصوصية تاريخية فريدة تستمد جذورها من أسس ووشائج القربة ووحدة الصف والمصير المشترك، وتشهد هذه العلاقة المزيد من النمو في ظل الرعاية الكريمة والسامية من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما، وحرصهما الدائم والدؤوب على تنمية وتطوير العلاقات بين في جميع المجالات والدفع بمسيرة العمل الثنائي نحو العمل المبني على الثوابت الأخوية الراسخة للوصول إلى أعلى درجات التعاون والتنسيق لما فيه خير وصالح للبلدين والشعبين الشقيقين. فالمملكة العربية السعودية تشكل ركيزة أساسية وعمق استراتيجي هام للدول العربية والإسلامية وثقل عالمي ومميز إقليميا ودوليا، وأن اليوم الوطني السعودي يجسد عراقة الدولة السعودية وتاريخها المشرف في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين والدفاع عن مقدرات الأمتين العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية، وتجسيدا للروابط التاريخية والأخوية ودعما لتعزيز التعاون في العلاقات بين مملكة البحرين والسعودية، وتأكيد النهج الحكيم والتوجيهات السديدة والسامية للقيادتين في كلا البلدين والروابط التاريخية والدينية والاجتماعية والثقافية وعضويتهما في مجلس التعاون. فقد تم تأسيس مجلس التنسيق البحرين السعودي برئاسة أصحاب المعالي وزيري خارجية البلدين الشقيقين، وأن تأسيس هذا المجلس هو انعكاس حقيقي على عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين الشقيقين، ويصور أسماء التلاحم ووحدة الهدف والمصير المشترك. ويهتم مجلس التنسيق البحريني السعودي بتنمية وتطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون والتشاور والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف السامية التي أنشأ المجلس على أساسها، وذلك في العديد المجالات منها التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والثقافية والسياحية والاجتماعية وكثير من المجالات الحيوية. ولقد تم إنشاء لجان فرعية عن المجلس تضم جميع الوزارات في كلا البلدين الشقيقين لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التنسيق البحرين السعودي. أما بشأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي يعمل الجانبين على تنفيذها وتفعيلها فهي كثيرة وتتناول مختلف أوجه التعاون بما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين. نعم سعادة تفضل. نطلع دائما على تعزيز وتفعيل الجهود المشتركة نحو تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين بلدينا لمواجهة مختلف التحديات. نعم. ومد بناء جسور التعاون والتنسيق في جميع المجالات. بالتأكيد. سعادة السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.